ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. بصوا التين الشوكي بدأ يخس ازاي. بصوا انا سايبه شايفه ما رضيتش انزل الحظ بتاع ده في الحلة عشان تشوفوا هو كان فين. يعني الحظ بصوا بدأ يقل بقى خالص. وهنا ادي مربى البتنجان بصوا بدأ يدي تقل كده اهو شايفين. نقلب بقى تقليبة حلوة كده هيبدأ يتقل. اللون هيرجع زي لون التين بس فاتح شفاف كده هيبقى حلو. هتشوفوه في التقديم هيبقى جميل جدا. في ناس بتحب الطعم مع المربات جيلي زي ما انتوا عايزين براحتكم. ساعات بيحطوه عشان يبقى ماده حافظه يعني يدي طعم ويدي ماده الجيلاتين لان الجيلي انتوا عارفين هو جيلاتين وفليفر ويعني ما فيهوش حاجه خالص ويتحط له ميه بس. فهم بياخدوا الجيلي على انه يبقى ماده حافظه على اعتبار ان هو فيه نسبه جيلاتين طبعا او يدي طعم كمان. طبعا ده يرجع لحضراتكم يليق مع دي ممكن يبقى مع التين ده ممكن تبقى الاناناس ممكن يبقى ممكن نحط مثلا بس المانجا هيبقى طعمها قوي فممكن نقللها اي حاجه من الحاجات ممكن ليمون جيلي ليمون ممكن قوي الحاجات اللي هي اللطيفه اللي ممكن نستفيد منها يعني. والمربى هنا لازم اقلب كويس قوي. عود القرفه برضو عامل يعني ريحه حلوه جميله. خلينا بقى نبدا دلوقتي نعمل المربى التين البرشومي المعسل الجميل. نعمل مقادير. يلا عندنا من التين تقريبا 2 كيلو تين. التين انا عايزه 300 جرام سكر يا جماعه يعني 2 كيلو تين عليهم 600 جرام سكر وكوبايتين ميه وعود قرفه ونص معلقه صغيره من ملح الليمون او عصير الليمون واللي عايز يضيف قرنفل مفيش مشكله. احنا الطبيعي بتاع اي مربى بتاخد من ال 300 من ال 400 جرام ل 600 جرام لكن التين عشان مسكر في نسبه سكر عاليه جدا فاحنا مش هنقدر نحط له نسبه سكر عاليه كمان ده هيبقى كتير جدا بصراحه. فسكر اللي موجود في الفاكهه وفي التين نفسه كافي جدا. هاخد بصوا نسبه السكر اهي هحط معاهم ممكن القرنفلات اهم كم واحده قرنفل كده بس تدعم الطعم الحلو ده اهو. نعم انا عارف انا معاك والله بس يعني لازم يبقوا مكشوفين عشان اقدر اتابعهم فعش اغطي عليها واسيبها. دي برضو سؤال جميل يعني من مخرجنا تسلم ايدك. هناخد كده شويه من الميه ونقلب بقى الخليط الحلو ده. بصوا هنا ده خليط مربى الباذنجان تعالوا بقى هنحكي عن فوائد التين. طبعا ان هو فيه نسبه الياف حلوه وفي نسبة كالسيوم كمان حلوة وبيحمي الأطفال جدا من التقوس ومن هشاشة العظام. في فيتامين ألف على فكرة بيحسن الرؤية وفي نسبة مية عالية بيقلل الجفاف وفي طبعا فيتامين بي كمان وفي نسبة حديد حلوة جدا بصراحة. التين طبعا مذكور في القرآن الكريم والتين والزيتون وطول سنين. فعايزه اقول يعني هو من الحاجات الجميله. في ناس بتاخد التينه دي الصبح المجففه مع زيت زيتون بس طبعا هو بيزود الوزن قوي في نسبه سكر عاليه جدا زي العنب كده. عارفين العنب بيعمل كده يعني بقى اقلل هنا بس هقلل بقى دي شويه كده عشان تتصلصل تمام. والله انا هقول لك على حسينة طبعا والبلح كمان هناك والعريش مطروح طبعا وانا بقول لك كمان وفي العريش حلو بصراحه. وتلاقيه يعني في كمان نوع كده بيبقى جميل نزل قوي اللي هو الاخضر تلاقوه صغير كده تشوفوه تقولوا ده اخضر تدوقوا طعمه عسل سكر يعني مسكر جدا.
تمام، مش عايزه اقلل قوي، عايزاها تبقى كده. بصوا بقى بدات هنا المربى، تمام. كل ما تبدا تطلع الفوم انا بشيل، بس خلاص هو ده مش الفوم اللي انا المفروض اشيله ده، عشان انا معليه النار كويس. فادي فكره الناس اللي بتحب تحط ساعات الجيلاتين. انا بصراحه شايفه ان هو القوام هيطلع ممتاز، مش هيحتاج جيلاتين. بصوا خلاص بدا الفوم هنا يقل ازاي، بصوا شايفين في مربى التين الشوكي خلاص. نقلب بقى، كل ما يبدا يختفي كل ما تبقى داخله في التسويه. خلاص اهو اخد الحروف كده، وهنا بقى التين. احنا ممكن نبدل على فكره، انا ممكن ابدل بس ارابلس هنا عشان يبقى هنا النار عاليه قوي تساعد كتير ان ال ايوه كده، ان ده على طول ايه يبدا يشتغل التين. احنا محتاجين مخرجنا بيقول احنا نجيب بعد كده شعلة كبيرة زي اللي بيعملوا عليها قدر الفول. بصوا بدأ يتقل ازاي، هوريكم برضو القوام. هنجرب في طبق، الطبق ده سقعه في الفريزر لو عايزين تعرفوا قوام المربى، يعني ده حاجات بقى اللي احنا الواحد اتعلمها قديمة قوي، بس طبعا احنا بالتجربة الواحد خلاص عارف. بنسقع الطبق ده في التلاجة او في الفريزر قوي، وبعدين ناخد من معلقة من المربى كده ونسيبها دقيقة كده، وبعدين نعمل كده لو لقينا الصوص بتاعها تقيل وبدأ يبقى خلاص يعني ثابت ما بيرجعش، يبقى خلاص هي كده تمام القوام بتاعها مظبوط جدا. لان خلوا بالكم مربى كمان لما بتقعد لما بتهدى بتتقل سنه زي البشاميل كده. طيب شايفين بقى بدات خلاص هنا الحاجات اللي بتغلي في التين الشوكي بدات خلاص، وهنا في البتنجان في كام واحده في الجناب، اول ما بشوفهم بروح واخداهم على طول. خلوا بالكم الفوم ده لو ما اتشالش بيفسد المربى، نقطه ميه تدخل في البرطمان تفسد المربى، معلقه مش نظيفه تفسد المربى، خدت بالمعلقه في بقي ورجعتها تاني في البرطمان اخد منها معلقه كمان تفسد المربى، نقطه ميه لو هي ما بردتش تماما وسبتوها لما يبرد البرطمان تماما تماما هتفسد برضو المربى. الاطفال بقى ممكن نديهم شويه مربى، يعني محدش هيعرف البتنجان من التين، ويعملها لهم بيوريه ودي لهم طعم كده حلو، واعملها لهم سندوتشات كده توست حلوه ياكلوها، حاجات لطيفه. ممكن نحط مع زي ما بنعمل البينا باتر او زبده الفول السوداني ونحط معاها معلقه عسل ابيض، الحاجات اللي بتدي باور وطاقه دي حلوه للولاد قوي. بعدين هندخل بعد كده بقى على المدارس، هتلاقوا حضراتكم محتاجين تديهم باور، تديهم حاجه تديهم انرجي كده وطاقه عاليه الصبح بالذات في اول اليوم الدراسي عشان يقدروا يستكملوا بقيه اليوم ويفهموا كويس. على فكره البتنجان في ناس كتير جدا ما بتحبوش، فممكن يتاكل على انه مش باين له اصلا حاجه. وعلى فكره ممكن نخلط البتنجان مع تين لو حضراتكم حابين، يعني الطعم ما يبقاش هو، ممكن نحط البتنجان مع التين مش هيجرى له حاجه، نعمل ميكس ما يجراش حاجه، زي ما بنحط كتير الفراوله مع البنجر، يعني برضو هي فكره لطيفه. بصوا بقى بدا العسل يبقى تقيل في العسل يتقل، يبصوا نزوله اهو شايفين يبدا يتقل كده، هو ده اللي انا قصدي عليه، بس طبعا بنجربه في الطبق. هاخد هنا كام واحده كده باقيه اهو، بهدي بقى هنا في المرحله دي واسيبها بقى اخر حاجه. اضربوها بقى بيوريه، عايزين تضيفوا عليها نوع فاكهه تاني بتحبوه، المهم الولاد يستفيدوا منه، مش هياكلوه في الحادق ياكلوه في الحلو. طبعا طبعا لازم نتخلص منها على طول، شايفين ازاي اهو. وهنا التين بدا بقى هو يستشعر السكر، بدا هيغلي بقى مع الحاجات. ممكن احط كمان عود قرفه، انا بحب القرفه قوي بصراحه، والقرفه العود دايما نكهتها خفيفه. حطيت قرنفل وقرفه مع التين البرشومي، وهنا خلاص الباذنجان اهي بصوا بدا خلاص يدخل في التسويه الحلوه دي. الله التين شكله جميل على فكره، التين ده كمان بيتعمل منه ترتات حلو قوي، ممكن يعمل منه ايس كريم كمان هيبقى حلو قوي. يعني استفيدوا بقى من الفاكهه دي بطريقه سهله، طبعا ايس كريم بالتين ده روعه.
من ضمن الحاجات الغريبة ده، يا نهار أبيض، يعني ما احنا بقينا ناخد حاجات بس المهم تتعمل صح ويبقى التست بتاعها حلو ومقبول. بصوا خلاص بقى انا هنا في دي هسيبها بقى لما خلاص تغلي الغلوة الحلوة اللي تقل بيها تماما. بدأت برضو الصوص بتاعه هجربه اهو، بدأ يقطع بس لسه شوية. هنعمل ان شاء الله ايس كريم تين برشومي ان شاء الله. وهنبدأ بقى نستعد ان احنا نطلع مربة الباذنجان دي. كان معايا ضيفة مرة في احد الفقرات الطبية يعني قبل ما ابقى هنا، وكانت مستغربة جدا، وبعدين لقيتها قالت لي بعدها جت الاسبوع اللي بعده جايبه لي برطمان مربة باذنجان، فانا ابتسمت. قالت لي على فكرة انا وانا قاعدة ما كنتش مقتنعة، وبعدين لما حضرتك اديتيني واحد قلت لي بس خلي ماما تدوقه، فانا ما رحت البيت، احنا بجد ماما اعجبت بيه جدا واصرت انها تعمله، فانا جبت لك عشان اثبت لك ان احنا عملناه، مش بقول لك كده عشان اجاملك. فبصراحه اتبسطت، وهي ما كانتش بتاكل البتنجان، يعني كان عندها مشاكل في الانيميا. شوفوا هي بتيجي معايا في فقرات، كان عندها مشاكل في الانيميا سبحان الله، وقالت لي ما باكلوش خالص، وقدرت اتقبله في المربى دي. فانا بعد كده لو هاكله هاكله في المربى، بس نسبه السكر انا اقدر استوعبها اقل كمان من النسبه اللي احنا حطيناها، يعني اقل من النص كيلو او من الكوبايتين الكبار اللي احنا حطيناهم. ممكن بصوا سكر الفركتوز، عشان بس بيسالوني جوه الولاد، السكر الفركتوز جميل وكل حاجه وسكر فاكهه، بس انا بميل للحاجات الطبيعيه دايما. الناس اللي عايزه تعمل المربى بسكر دايت، على فكره انا عملته، بس المهم السكر ده اهم حاجه فيه يكون بيدخل على السخن، يعني في انواع سكر دايت استحاله لو ضغط على السخن تبقى سامه، فاحنا لازم نعرف ايه النوع اللي بيدخل على السخن وتعرض لحراره عاليه. وقبل كده عملت بيه حلقات في بسكوتات العيد، وبصراحه طلع طعمه رائع وبيسكر، لكن مهم النوع انه يكون بيدخل في الحراره، لان السكر الدايت مش كله بيدخل للحراره، مجرد تحليه. في انواع كتيره دلوقتي بقت بتدخل بيبقى مكتوب عليها وبتبقى خاليه من ماده الاسبرتام وفيها يعني معدلات كويسه جدا. وهنا التين، وهنا التين البرشومي اللي بقى تقليبه للتين بتاعنا دي، عايزه تبقى اتنين، ايوه، عشان تغلي كويس. التين ده ما بياخدش وقت، بيغلي على طول، عامل زي التفاح كده، عامل زي البلح لما بنجيبه، البلح الرطب لما ساعات نحب نعمله، طبعا غير البلح الرملي اللي احنا بناخده اول ما بينزل في الموسم ونقشره ونحشيه، وياخد قرش يصفي، وياخد اللوز المسلوق اللي مقطوع بالطول، وتاكله بقى احلى مربى، وان شاء الله هنعمله باذن الله. بس دي بقى يعني نفحات الشتاء زي ما بيقولوا. ماشي كده، بصوا خلاص هبدا اطلع المربى دي وهقدمها ان شاء الله. اخر حاجه ظهرت فيها فمربى الباذنجان اهي، شايفه الشباب قاعدين مستغربين يعني عمالين بيتوشوشوا مش عارفه بيقولوا ايه، بس لو قالوا حاجه وحشه انا هعرف، هنا بيتبان كل شيء يعني. انت هتقولي طيب خلاص هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، وهسيبها بقى لما تغلي غلوه. انا بصراحه كده بالنسبه لي ممكن اغير بقى، احط في شويه الميه دول ونشيل بقى البوله دي. بصوا بيطلع شكله جميل، روعه ازاي. هنا احنا عملنا ميكس بينه وبين التفاح الاحمر. ما هو بقى بصوا الميكس المربات ده كل واحد وحسب مزاجه، يعني عايزين نعمل ميكس بين حاجتين وبعض يعني يبقى رائع، زي ما بنعمل بين الجزر والبرتقال، يعني وارد جدا نعمل ميكس بين اطعمه في المربات هتبقى رائعه، وهتشوفوا ده بعد كده هينزل في السوق وهيبقى بيتباع وهنبقى احنا عايزينه. بس طبعا اللي بيعمل في البيت ده بيبقى حاجه جميله قوي، حاجه البيت دي دايما نظيفه وحلوه، بتحكي في كل حاجه احنا عاوزينها، كمان الولاد يتعودوا على الطعم ده. الله تسلم ايديكم والله، تسلموا حبايبي والله. يلا بينا نطلع بقى زي دلوقتي استراحه، وهنرجع بعد البريك ان شاء الله نستكمل ونشوف اخبار المربى الاخيره ايه، وبدا بقى نقدمهم مع بعض ونشوف الدنيا هتطلع طعمها عامل ازاي. وحضراتكم طبعا اكيد لما تجربوا هتقولوا لي. اسمحوا لنا في استراحه ونرجع نستكمل فقراتنا.